يارا روان سلمى أفنان وحاتم وهنكلمكم النهاردة عن psychology at the movies وقد إيه الأفلام اللي إحنا بنشوفها بتأثر علينا aspects كتير قوي وإزاي إزاي يستخدموا حاجات بتحقق ده وزي ما فعلا حصل زي ما فعلا حصل وفي trends فعلا ظهرت ساعة ما الأفلام أو المسلسلات دي نزلت زي مثلا كل الناس قصت شعرها زي ريتش في فريندز او ونسبه مبيعات الكلاب الهوسكي زادت قوي من ساعه ما جيم اوف ثرونز نزل وان الناس بقت بتحب تلعب شطرنج اكتر من ساعه كوينز جامبت حتى ان الناس اشترت زي سويتر عمرو دياب في فيديو كليب تملي معاه ودلوقتي روان وحيد هيكلمكم عن اول حاجه بيستخدموها في التاثير على الناس وهي كولر افكت في حاجات كتير قوي بتاثر على الاودينس والايموشنز بتاعتهم غير ما حتى يكونوا واخدين باتهم ان هو ده السبب اللي بيأثر على الايموشنز بتاعتهم واهم حاجه هو الكالرز والكالرز بتظهر في المشاهد بشكل كبير في حاجات كتير زي اللبس والايتمز اللي بتظهر في الكاميرا احنا هنتكلم عن كذا لون من الالوان دي واول لون هو الاورنج وهنا في فيلم ماد ماكس الفيلم بيحكي عن ان هم عايشين في عالم ما فيهوش امان وبيحصل مفاجآت كتير طول الفيلم فالاورنج هنا بيعبر عن الورنينج والكوشن. اما بالنسبه للون الاحمر فهنا في سبيس اوديسي كان ديفيد بومن دخل جوه الارتفيشال انتليجنس بتاع المركبه عشان يقفله. الروبوت حس بده فهنا اللون الاحمر بيعبر عن الانجر والدينجر. اما بالنسبه للون الاخضر فهو فهنا ذا ماتريكس احداثه بتيك بليس ويذن ا كمبيوتر سيميوليشن عشان كده لونه اخضر، فاللون الاخضر هنا بيعبر عن السرفايفل. في فيلم ميد نايت سبيشال الولد هنا لابس ازرق ازرق اللون الازرق بيعبر عن اللويالتي والانسنس والفيثفولنس اللون الازرق برضه بيعبر عن راحه البال عشان كده مش بتشارك في المستشفيات البيربل دايما بنشوفه في الافلام اللي في السبيس زي جارديانز اوف ذا جالاكسي وهنا هو بيريبريزنت المسج وهسيبكم مع افنان هتكلمكم عن انذر تكنيكز ان افكت على الاودينس بعد ما بنشوف اي فيلم او مسلسل في حاجه مهمه قوي بتاثر علينا وهي الباك جراوند ميوزك ومش بس كده هي بتاثر ايموشنلي على كل واحد فينا زي الكونسنتريشن والريلاكسيشن والاكسايتمنت وعشان اثبت لكم ان الكلام ده صح ان انا هلعب معاكم لعبه هنعرض عليكم باك جراوند ميوزك من مسلسلات او افلام مختلفه واللي هيعرف الميوزك دي من اي فيلم او مسلسل هيقول اول ميوزك تعالوا نتكلم على اشهر سيريال اتعملت عليه فيلم بعنوان ذا جاد فادر افكت
لما شركة بارامونت قررت تشتري النوبل اعضاء المافيا هجموهم جامد وهددوا ساعتها قرروا ان هم يعملوا اتفاقية. فقامت اعضاء المافيا بان هي اتفقت مع بارامونت ان هم مش هيقولوا كلمة مافيا خالص، انستاد هيستخدموا كلمة فامي، وان هم هيوروا صورة المافيا بشكل كويس through out الفيلم. وده وافقت عليه شركة بارامونت، وبالتالي عرضوا الفيلم وحققت نجاح كبير جدا. بعد ما بارامونت حققت نجاح ده، بدأت أعضاء المافيا هي يعجبها الفيلم، فبقوا ماشيين لابسين زي الفيلم زي كاركترز الفيلم عشان يبانوا يظهروا أكتر كأنهم ممثلين بالظبط. فبقى أعضاء المافيا حاسين إن هم مان أوف أونر مع إنهم في الحقيقة رجال بلد. وده أدى إلى إن كتير من الشباب في أيام السبعينات كانوا عايزين يبقوا من أعضاء المافيا. وطبعا إيه؟ ده كانت حاجة غلط يعني. وطبعا كلنا فاكرين إن ده مش مفيش فيلم في الدنيا هيأثر علينا كده، بس في الحقيقة ففي الشوط زي دي أنا ما أعتقد أسوي كده. أنا بقى والله ما أتحرج أتذكر ما فعلت. في الشوط زي دي كلنا فاكرين الأب وهو بيكلم ابنه وهو عمال يقول إن هو عايز حياة كويسة، بس في الحقيقة هما بيتكلموا على نقي سلطته، وده يدل على إن كلنا بنكتم سذاجات فاضية. زي ما سذاجات فاضية أثر علينا بالأسلوب ده، في أفلام كتير أثرت علينا وغيرت العالم. نتكلم معانا في كتير أصوات العالم بشكل كبير، منها بطريقة سكيل قليلة ومنها سكيل كبير. دول خمس أفلام إحنا هنعرضهم عليكم كمثال بس على الكلام ده. أول فيلم توب جن، واحد من أشهر وأنجح أفلام الحربية اللي اتعملت في العالم. الفيلم ده اتعمل بمساعدة اليو إس نيفي، وده ساعد إن هو يبعت كريكروتمنت تول للشباب الأمريكان الصغيرين. سنة ما الفيلم ده نزل الريكروتمنت بتاع الشباب زاد بنسبة 500% من الشباب الأمريكان. ده حتى لدرجة إن هو كان في بوث قدام السينمات بتساعد الشباب إن هم يقدموا في اليو إس نيفي. تاني فيلم هو بامبي، وبامبي احنا شفناه كلنا واحنا صغيرين واتأثرنا جدا بمامة بامبي اللي في اللي اصطادها صياد مجهول في اخر مشهد. المشهد ده ايكونيك لدرجة انه اثر في الصيادين وخلاهم يقرروا ان هم يعتزلوا المهنة، وده كان سبب في ان عدد الصيادين في امريكا قل للنص، وكمان عدد وكمان الكلام عن الدير كونزرفيشن زيت. أجل أن ريفر في الكلام عن قتل الشرف، ميح قصة بنت قدرت تسرفايف قتل الشرف من أبوها بسبب اتهام خاطئ. الفيلم ده وعى الناس كتير على قتل الشرف ده لدرجة إن نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني طلع قرار إن هو يلغي قتل الشرف في البلد عنده، ودي كانت خطوة اتبعوا فيها مسؤولين كتير أوي. كلمة شرف هو فيلم مصري بيحكي عن سالم المسجون ظلم واللي بيحاول يخرج بأي طريقة من السجن عشان يروح لمراته اللي بتموت ويقول لها ان هو مصدوم. الفيلم ده اثر في الناس كتير لدرجة ان هو غير في قانون مصلحة السجون، وبسببه اتعمل قانون بيسمح للمساجين ان هم يخرجوا في حالات الطوارئ لعدد ساعات معين. 2001 سبيس اوديسي واحد من اهم واشهر افلام الساينس فيكشن في العالم. الفيلم ده اوحق افلام ساي فاي كتير قوي بعديه زي ستار وورز وستار تريك، وطلعت من تحته افكار تكنولوجيا كده قوي حديثه، ده غير طبعا ان هو الهم شباب كتير قوي ان هم يقروا عن الفضاء ويقروا اكتر في السبيس اكسبلوريشن. ودلوقتي يلا هنتكلم اكتر على امباكت الافلام على الناس. عمركم سالتوا نفسكم اول ما جيتوا تشوفوا فيلم يا ترى الفيلم ده اثر فيكم ازاي؟ خلاني احس بايه؟ او استفدت منه ايه؟ وزي ما شفنا The Godfather Effect والنيجاتيف امباكت اللي عمله، برضو شفنا الافلام اللي غيرت في العالم، وده بيثبت ان الافلام ليها تاثير كبير قوي بوزيتيف ونيجاتيف على الناس. فمن البوزيتيفز ان خلى الناس تفرق ما بين الصح والغلط، وهو كمان الموفيز سورس اوف انترتينمنت لناس كتير، وكمان سورس اوف ايديوكيشن الناس ممكن تتعلم منها حاجات كتير. اون ذا اذر هاند بتخلي الناس تجت اكسبوز للحاجات زي violence with crimes with drugs and other bad habits، وكمان بتخليهم هم ممكن يضيعوا وقتهم ويبروكراستينيت ان هم يعملوا الحاجات المهمة اللي وراهم. فزي كل حاجة الافلام ليها pros وcons، وزي ما شفنا في خلال البرزنتيشن كلها واللي ورينا ان الافلام ممكن تأثر علينا فاكتورز كتير قوي، فلازم نركز قوي في اختيارنا للافلام اللي احنا بنختار نتفرج عليها عشان ده اللي هيضرنا، دي الحاجه اللي هتضرنا او اللي هتقتلنا. ولازم ما ننساش ان في الاخر كل دي افلام النظري لايف وفي
الهاند اوتس اللي معاكم هتلاقوا الكيو ار كود بتدخلكم على بوك سايكولوجي اند مورس. ثانك يو.